مجلس النواب ومجلس الشيوخ فتح أبوابه للأعضاء مجددا، والدورة الخامسة في هذا الفصل التشريعي أعتقد أنه بادئ بنشاط مجلس النواب وكان مجلس الشيوخ. مجلس النواب النهاردة وافق على تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والحقيقة مجلس النواب كان صندوق مصر السيادي في مطلوب تعديل تشريعي انه يتبع في النهاية رئيس مجلس الوزراء، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون اللي بيستهدف منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق احكام هذا القانون. طبعا يعني المناقشات دارت حول صندوق مصر السيادي، والدكتور فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الحقيقة اتكلم كلام رائع في هذا الإطار، ويعني اتضح من المناقشات انه بقالنا 7 سنوات فقط، يعني عمر صندوق مصر السيادي 7 سنوات واصبح رقم 47 على مستوى العالم. خليني اروح للدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. دكتور فخري مساء الخير يا فندم. سنور اهلا بيك وللسادة المشاهدين. يعني النهاردة كان مجلس النواب وافق على تعديل قانون انشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتبعية صندوق الحقيقة لمجلس الوزراء، ودار يعني مناقشات يعني توضيح ما جرى اليوم واهميته واهمية الصندوق، وكيف ترى صندوق مصر السيادي بعد 7 سنوات من انشائه سيادة النائب. بص يا فندم، التعديل كان في مادة وحيدة، يعني المادة اللي كنا بنعدلها هي واحدة بس من 3 مكونات. المكون الأولاني من هو الوزير المختص، وطبعا في القانون قبل التعديل كان هو وزير التخطيط، لكن هنا بنقول الوزير المختص مين اللي يعني بيعينه أو بيحدده؟ رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ذاته. الحاجة الثانية، المكون الثاني، طب تبعيته، هو الصندوق قبل التعديل يعني شخصية اعتبارية مستقلة خلاص، لكن الجديد بقى تبعية هذا الصندوق انه اصبح تبعيته لمجلس الوزراء، لمجلس الوزراء خلاص يا فندم. يبقى النهاردة تبعية الصندوق طبعا ايه، له شخصية اعتبارية مستقلة برضه، لكن تبعيته لمجلس الوزراء تبعية يعني نقول لها صفة سياسية دون أن يؤثر على استقلالية الصندوق، يعني يتحرك أنه لأنه مال خاص تبع الدولة لكن يعامل معاملة المال الخاص. الحاجة الثالثة، المكون الثالث في التعديل، هو أنه الجمعية العمومية للصندوق بدل ما كان 11 عضو يبقوا 13 عضو، عبارة عن يعني كان عاملين 2 وزراء في الجمعية العمومية بصفتهم طبعا، فأضيف وزيرين تانيين بقوا 4، فزائد انه 7 من يعني عندنا 7 من المختصين وذوي الخبرة، يبقى عندنا النهاردة بدل 4 وزراء طبعا بنقول في هذه الحالة بدل 4 تبع الحكومة بقوا 6 تبع الحكومة، ورئيس الوزراء طبعا هو رئيس الجمعية العمومية، و7 من ذوي الخبرة. اذا ذوي الخبرة نفسهم هم العدد الغالب، وبالتالي معناها انه 7 من ذوي الخبرة دول مهمين، فاعتقد انه 3 مكونات دول هم اللي هي بتضمهم مادة وحيدة في التعديل لمادة الاصدار. بس هيدا يعني تتعلق يعني دكتور فخري وترتيبه طبعا 47 ما بين يعني ضمن اكبر 50 صندوق استثماري وثروة على مستوى العالم، لو ونمرة وترتيبه نمرة 12 على مستوى الدول العربية. انت عارف الدول العربية الخليجية عندها صناديق ضخمة والى اخره، فالاقصد الصندوق فيه طور اللي هو انه يتطور باستمرار بحيث انه يكون يعني صندوق
ثروة سيادي لمصر ليعظم الأصول اللي تملكها مصر داخل هذا الصندوق. طيب النهاردة أيضا مجلس النواب دكتور فخري وافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي 50%. عايز أشرح وعايز توضيح وليه وهيفيدنا بإيه؟ بص يا فندم، من سنة منذ إنشاء صندوق النقد الدولي ومصر كانت من 40 دولة منشئة لصندوق وأسس، يعني كانت مساهمة في إنشاء الصندوق من سنة 45، بقى لها 79 سنة. كانوا 40 دولة، كان عندنا نظرة ثاقبة، يعني كان عندنا بعد نظر وما زال إن إحنا بننشئ هذا الصندوق. لما سعد باشا زكي قعد مع اللورد كينز صاحب النظرية الشهيرة طبعا، فعملوا الصندوق النقدي كل 5 سنين. يا فندم ده الصندوق ده يجيب فلوسه منين؟ ما هو مش رأس مال، اسمه حصص، مجموع الحصص. كل دولة في جمعية كان بنحط ايه، كل دولة تحط حصة بما يعادل وزنها في الاقتصاد العالمي، وتراجع هذه الحصص كل 5 سنوات بحيث انه بيزود الحصص في مراجعات كل 5 سنين. فالنهاردة احنا في المراجعة 16 من سنة 45 لحد النهاردة، دي المراجعة 16، بحيث انه قرر فيما سبق من حوالي تقريبا ديسمبر 23 مجلس المحافظين على مستوى صندوق النقد الدولي اعلى سلطة تنفيذية، قرروا زيادة الحصص لل 190 دولة. النهاردة عدد الاعضاء في صندوق النقد الدولي 190 دولة، قرر ان هو ب 97.3% من التصويت. طبعا ده بيحتاج ل 85% من حجم الاصوات، صوتوا على 97%. اذا بيتم تمرير هذا القرار او هذا القرار انه الدول الاعضاء تزود الحصص بتاعتها اللي هو 190 دوله، يزودوا حصصهم 50% عما هي عليه الان. طبعا دي خلاص، لو مصر يعني ما زودتش الحصه بتاعتها يبقى وزنها في التصويت بيقل. كل الدول بتتسامق عشان تدفع زياده عشان على الاقل يبقى تصويتها وزنها في صندوق النقد الدولي يدنه زي ما هو. احنا وزننا في يعني في صندوق النقد الدولي 43%، يعني اقل من نص بحاجه بسيطه. انت عندك 190 دوله، وبالتالي لو انا ما زودتش الحصه بتاعتي ب 50%، طبعا ده يقتضي ايه؟ ان انا ازود حصتي عن الحال الوضع الحالي تقريبا ب مليار وحاجه، مليار ست مليار 365 دولار بما يعادله، طبعا هو بحق السحب الخاص او ما يعادلهم بالنقد الاجنبي زي الدولار، يعادل بالدولار ان مصر زودت حصتها 2 مليار و8 من عشرة الى 4 مليار وحاجة، ما قليلة عن 4 مليار. طب المليار و350 يندفعوا ازاي؟ انت بتدفع الربع بالنقد الاجنبي او بحق السحب الخاص اللي وحدة حسابية تبع الصندوق او اي عملة قابلة للتحويل المعروفة اللي هم الخمس عملات الرئيسية، الدولار واليورو والين والاسترليني واليوان الصيني الى اخره، اي او حق السحب الخاص لوحده حسابيه لدى صندوق النقد الدولي في هذه الحاله. يبقى الربع يندفع بالنقد الاجنبي او بوحده حق السحب، والباقي يا فندم ال 75% يندفعوا بالعمله المحليه بالجنيه المصري. بالجنيه المصري كل الدول كده. تمام. نظامه ان الحصص كلها ربعها بوحدات حق السحب الخاص او عملات اجنبيه قابله تحويل، والباقي بعملات الدول الاعضاء نفسهم. فاحنا في حاله مصر بالعمله المحليه بتاعتنا الجنيه، فاحنا ندفع يعني مليار دولار بالجنيه المصري، يعني 8 اضرب 48 يطلعوا 48 مليار و 48 ونص مليار جنيه مصري بيتحطوا لحساب الصندوق في البنك المركزي المصري. تمام. حساب رقم واحد اسمه كده، حساب رقم واحد موجود في البنك، لحساب يعني لحساب الصندوق نفسه بس بيندفع بالجنيه المصري. تمام. دي القصه كلها. انا بشكرك جدا دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. ايضا النهارده الحقيقه